متوجه زيارت. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا سيدتي نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت محمد، السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك وكنت لما امتحنك به صابرا، ونحن لك أولياء مصدقون، ولكل ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي يا حسن المجتبى، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حل بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وابن أمير المؤمنين، وعلى أختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة عليهن السلام. يا أبا عبد الله كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك وعلى آبائك السبع وعلى أبنائك الأربع وأختك فاطمة المعصومة عليها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب الأسر والضمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من آبائك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر میں یہاں بارگاہ زہرا سے متصل بہشت زہرا قبرستان بھی ہے، جن ہمارے والدین مرحوم، میری اہلیہ مرحومہ، اور جن جن مومنات مومنات کے ماں، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے اساتید مرحومین، اور یہاں مومنین جو تشریف لائے ان کے عزیز و اقربا مرحوم، خاص کر مولانا مشتبہ صاحب کے والد جو گزشتہ ہفتے ان کا انتقال ہوا، جو مومنین حاضر، اپنے سارے مرحومین رشتہ داروں متعلقین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے.